فهذه الخير لن تموت. صحيح. ولكن أين مشكلتنا؟ مشكلتنا في إعلامنا. الإعلام يركز على القضايا السلبية. اليوم إذا صار حادث سير تجد كل الأخبار تتكلم فيه، إذا صارت جريمة قتل الأخبار تتكلم فيه، إذا صار انهيار لعمارة تجد، إذا صارت فضيحة سياسية أي شيء تكلمون فيه سلبيا. ولكن النماذج الجيدة اليوم أصبحت مغطى عليها، وهذا مقصود، وأنا أقول أن هذا مقصود قصدا تاما حتى نغيب النماذج والقدوات عن واجهتنا الشبابية. هذا مقصود. وإلا من واجبنا اليوم إنه أمثال هؤلاء القدوات في زمننا يجب أن يشهروا.